السلام عليكم خوتي، كما كتشوفوا اليوم رجعت لكم فيديو جديد. سمحوا لي للتأخيرات اللي كاينه، لان كتعطل ما ننزل فيديو في الاول. بديت بنهار مورا نهار مورا نهار، دابا نتوما كتفهموا مع قرب هذاك الشيء وصار. المهم نشكركم بزاف بزاف على 50 مشترك اللي وصلنا لهم، قلت لكم في الفيديو الحمد لله وصلنا 50 مشترك. المهم كتسمع شي فرض ديالكم. دابا عندو واحد المسابقه اخرى اللي جديد، 50 مشترك دابا خصنا نوصلو 100 مشترك باش العائله تزيد تكبر. كما كتشوف موضوع اليوم اخوتي، واقيلا كما شفتو في العنوان، موضوع اليوم واش غتحتاج اللغه الانجليزيه باش تطلع تقرا في الشينا. يعني واش ضروريه، واش خصكم كتعرفوا الانجليزي باش تطلع ولا لا؟ انا وعليا كتعطل بسبب ديك، يعني كتعطل من نزل الفيديو بسبب ديك اللونجلي اللي خصك تتعلم. المهم قبل هادشي كامل، بلا ما نطول عليكم في المقدمه وبزاف، لا بحال غنزيد نطول عليكم، كنزيد نشكركم بزاف على ديك 50 مشترك. المهم دعموا الفيديو بلايك، هاد الفيديو اي فيديو كتفرجوا دعموا بلايك، كومنتيرات اي فكره عندكم خليوها في الكومنتيرات، خليو شي كومنتير مزيان باش الفيديو كيزيد يطلع كيزيد تنتشر، باش القناه كتطور. الحمد لله وصلنا 50 مشترك ظرف اسبوعين، 100 مشترك هي مجال في الطريق. يلا ما تخايبوليش البلان ديالي، اي واحد يتفرج ما خسر والو، ابوني صح ولا تخلص عليا الفلوس لا والو. دابا ما نطولش عليكم، خليكم على الانت. كما كتعرفوا اللغه الانجليزيه دابا هي الاولويه عالميا. انا دابا ما نكذبش عليكم، لا انا واش كنفهم اللونجلي ما كنفهم شي، انا زيرو في اللونجلي باش تعرفوا. انا طالع دابا نقرا في تشينو، واللونجلي ماشي يعني اللي عندي معاها ولا شي حاجه، يعني هاي داكشي تخربيق كان اللي بينا كنعرفو الحمد لله، باش تخدم راسك يعني باش تصلبي راسك كاينه بحق، باش تشد الهضره مع شي واحد، يعني تشبر الهضره مع شي واحد شي مع في الهضره. للاسف هادي اللي ما عنديش حتى انا، يقدر يكون حتى شي واحد ما عنده. يعني بزاف الطلاب كيطرحوا هاد الاسئله، واش خصني ندير لونجلي باش نطلع تما؟ عادي يا سما غطلع تما، غتجيب راسك غتجيب راسك، يعني في واحد البلاد اللي ما كنهضرش بالدارجه خصك تهضر على اللونجلي ولا تشوي، غتجيب راسك غتجيب راسك عادي. كيما كنتي في قسم كتفهم عادي، انا بيدي فاهم الباكالوريوس كانت فيها ثلاثه اربعه، شي نيفو في اللونجلي. يعني هذا بهاد الايام كنغيب عليكم بسبب ديالي بحال هيدا، كنبقى يعني المهم ساعه ساعه كنشوف فهمت. كتفهم هذا كيدخل يتعلم اللونجلي في التليفون، اي واحد دابا اي حاجه كاينه في التليفون الحمد لله عليها كنغلب عليكم. بالنسبه واش خصك اللونجلي باش تطلع تقرا في الشينوا، واش يعني كيوقد شي انترفيو في الفيزا شي حاجه؟ لا لا كد ما حتى شي حاجه، يعني ما كيسقسوكش اصلا واش عندك مع اللونجلي مزيان ما عندكش. هذيك اذا كنت تقرا مثلا ادخل نيشان التخصص ما ماشي عند اللغه، اما مثلا تمن عند اللغه بحال اللي عندنا هنا لا ما كيحتاجش، ما كيسقسكش على اللونجلي شي حاجه اسمها اللونجلي، ما كيسقسكش عليها يعني غطلع صافي غطلع تما. يعني باش تقولي الهضره مع الناس ما هضرش بالمونجلي، راه تما الشينوا الاكثريه كيهضروها في الشينويه، هذه حاجه معروفه عند اي واحد فهمتي. كنعرف راه الناس طبعوا كذا كيقول لك راه اللونجلي ما تهضرش بها تمام، الا في قسم هيدا ملي كتكون كتقرا مع شي صاحبك يعني ماشي من الشينوا، حتى هو جا حتى هو جا يقرا شي مدينه اخرى غير المغرب حتى هو كيضرب اللونجلي عاود، هادشي اللي كاين. اما في الزنقه باش تهضر وكذا اصلا في المحلات ملي كتمشي تدخل دابا تجي تفرجوا في الدراري اللي دابا كاينه في الصين كتقرا كيعملوا فوكات تما وكذا ملي كيخرجوا عادي يشريو شي حاجه، تلاحظوا ان الهضره ما كايناش، كتجبر التليفون ديالك كتسكاني شحال شريتي شحال تاخرتي صافي، يعني الهضره بالانجلي تما ما كايناش. هذه الحاجه اللي واعره في التيم، ما كيطلبوا منك لا ديبلوم دالونجلي لا بي ا لا بي دو، حتى شي حاجه ما كاين. الدارجه الفضيله انا كنضرب الدارجه هي ديك هي مطلوقه الحمد لله. انا بيدي في الانجلي ما ربنا خلقتن، ما كنكذبش عليكم كتسمى والله، رجعت وريتكم النقاط ديالي في مصر البكالوريا 3 4 انا بيدي طالع حي، يعني الانسان ما يستسلمش يا خوتي، راه اللونجلي ما كتحتاجش باش تقرا في التين اصلا، راه ما تقرا ديك العام التين، راه ديك العام تعلمت اللونجلي غتعلم، وكونوا على اكيد انا دي متاكد منها غتعلم كيفما حتى انا بيدي على داك الشيء عاود، هيدا عاود انني غنتعلم ان شاء الله. يعني الانسان ما يستسلمش صافي، جبرت واحد الوجهه اللي مزيانه عطيك بزاف الامور اللي مزيانه وجود لي الورقات ديالك اي حاجه طلعها. انا بالنسبه يعني باقي راه كنتسنى خرج لي الجي دبليو باش نمشي ان شاء الله نربط الله ندفع على الفيزا، ولي باقي كنتسناه وصافي. وسقسيتهم على الفيزا قلت لهم واش كيوقع شي انترفيو ديال اللغه ولا هكذا، ما كيوقع لا انترفيو ولا حتى حاجه، شي كتدفع الامور ديالك عادي، يعني ما كتحتاجش شي لغه انجليزيه باش تطلع تقرا في الصين ولا شي حاجه. يعني غير اذا بغيتي يعني دابا واخا حنا بلا لونجلي غنجبرو واحد الصعوبه في ديك التعليم ديال التشينويه فهمت، غنكونو ديك الساعه حنا كنتعلمو جوج اللغات في دقه واحده، ولكن يعني باش ادخل اختي ضروريه وكذا لا ماشي ضروري عادي يا صاحبي. شي كيما تعلمتي الدارجه في صغرك نزل من طلعت من نزل راسك وانت باقي صغير تعلم خير راسك باقي ان شاء الله كتعلم اللغه وصافي. هادشي اللي كاين فيديو اليوم اخوتي قصر بحال هكذا،
ما بغيتش نغيب عليكم، فهمتي؟ كنت ما ديك الغياب، المهم واخا نجيبو اي موضوع كيف ما كان، هذا هو الموضوع اللي طاح لي على بالي، فهمتي؟ تش كعرف بزاف الدراري كيدخلوا كيقولوا واش دفعتي كدا، يعني ماشي في اليوتيوب ولا شي حاجه، لا ابار دراري صحابي كدا كيقولوا واش تقدروا اللونجلي هذه. اللي قلت انا هذا الموضوع يعني مزيان نحضر فيه، صافي انا قلت لكم كلشي، اللونجلي ما كتحتاجش، ما خصك لا ديبلوم لا امتحان، بصراحه طلعت صافي مزيانه هذه. الا اخوتي المهم لا مانع عندكم اشتركوا في القناه، انا اللي فهمتي اللي في استطاع ديالي كنحاول نعمل نجيب لكم مواضيع ان شاء الله، غادي دايت شي موضوع مزيان ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله فهمتي نجيبوا شي موضوع اللي مزيان ونفكروا فيه، يا لمي ناحيه على اي حاجه، انا نشوف شي موضوع اللي مزيان والمطلوب دابا في فهمتي من اللي كيسقس عليه هذه. المهم هاو اشترك في القناه، بارطاجي فيديو مع الدراري صحابك باش شي واحد خصو يعرف فين يمشي يقرا اي حاجه، راك الله بزاف الناس اللي كيتفرجوا ما عندهمش ابوني، راه ماشي كنقول لك عامله صح ولكن راه تيكشي تعملها باش لا العائلة القناة ديالنا تزيد تكبر ويرجعوا بزاف المشاهدين بزاف المشتركين اللي كتابعونا كيتسنانا نزلوا الجديد. السلام عليكم.